نحو في اغلب ان شاء الله ويكون لكم محققكم الان الاخبار الثمانيه. اخبار الثمانيه واضحه جدا. الجبالي كان يعني يهز في تونس وتونس كان يهدي بها محمد ومحمد كان يهدي بها الاخوري وانا يراقب في روحه ولكن تونس لعبه بين الجبالي والغنوشي لعبه بين الجبالي والغنوشي ولكن الغنوشي كان كما قال بالتي ما تهمنيش النهضه والجبالي كان فاسد في تونس الغنوشي كان ما يقبلش في تونس ولكن لما كان يوفر في تونس بالسرقه مش نورمال ومن بعد تاني يخطف خطفان الرؤساء كلهم على بعضهم اخطف من هذا واخطف من هذا يعني شكون سببها كان تونس؟ والله يا جبالي هو اللي سبب تونس كان تونس وكان كان يعني تك 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 من تونس من ذاك يسرق فيها من هنا اي من غادي جبالي الغنوش ان شاء الله ينحوك الغنوش الغنوش ان شاء الله تقعد تونس مضيفه بلا رؤساء ان شاء الله تقعد يعني مستقله وحره بلا رؤساء هيك تخدم على الروح تنفذ وحدها شكون شد تونس؟ ما فهمش حتى الرئيس شكون شد الرئيس؟ تكذب الرؤساء كلهم زعما تقول هيك انت والله سبت الجبال لا ما تسبهاش كلام خايب لا اما قول راهو مش عابد هيك والله مش عابد هو اي ان شاء الله يكونوا الرؤساء ان شاء الله يكونوا يموتوا الكل شكون يقعد انت والبنات بركه في فيسبوك ان شاء الله يقعد ويموت البنات كل ذاك هاي بعث لنا بوس التحيه للبنات في فيسبوك هاي قول لهم لاف يو نقدم لكم الان في صفحه الحب وصفحه النشره الاوروبيه والعلاقات الزوجيه واخيرا نقدنا للرئيس وسادة العلاقات الزوجيه وعلاقات الزوجيه والمش متزوج والمتزوج وان شاء الله يعرس وان شاء الله ما يزيدش يعرس وان شاء الله يقعد يعرس زي ما شاء حتى العارسين ان شاء الله يزيد يعرس بوس عام جديد ان شاء الله في عام جديد في عام جديد ان شاء الله في عام جديد ان شاء الله يقعد يعرس من جديد وان شاء الله يكون من اجمل ما يرام ان شاء الله ديما للجيتام والباقي لافي جيتام و في قناة بالحوم حب جديد ومستقبل جديد وكل يوم يعني اللي خاب الحق كل يوم الزبده والمقرونه والباكيت والحلقه القادمه تجي المتقدمه